والله يا ميت اهلين وسهلين بحميده. بالمهلي خاله. ايه ها الله يرضى عليه جوزك اللي ترك لنا حصه فيكي. طمنيني شلون امك؟ ان شاء الله بخير. والله اشتقت لها. الحمد لله بخير، بس بتضلها مشغوله باخي حاتم من الصبح لاخر الليل. اي والله معها حق، الاولاد بيشغلوا. خذوا راحتكم تقبريني، انا بدي اطمن على ام جوزيف. الله معك خاله. شو حميدة؟ لساتك عم تشتغلي مع جوزك؟ يو إلكا لشوي قبر قلبي بيقدر يستغني عني؟ هي عليك يا حميدة، شغلتك بالتمريض حلوة كتير، على قليلة بتطلعي من هالأربع حيطان. إيه والله حلوة كتير، بس على قلبي وقت شوف هالناس عم يتوجعوا بعمل كل شي بقدر عليه حتى أي موجعهم. حميدة بدي أسألك سؤال بس خجلانة منك. يو اسألي ليه مستحية؟ هلا أنتي حبلتي ولا لسا؟ لا والله يا هدى لسه ما حبلت، قدر الله دخيل اسمه. لا وبيت حماية عم يهتوني بهي القصة على الطالعة وعلى النازلة، وفوق منها كمان عم يتأمروا ويتكبروا. يي لطيف، ليش عندك بنات حماية بالبيت؟ ايه عندي اربع عقارب بالبيت، وفوق منهم كمان حماتي. يا على قلبي عليكي يا حميدة، احكي لنا تقبريني في شي قلبك. تكي تكي استنوني. شو بدي احكي؟ ما احكي يا ستي، هدول بيت حماي. ايه